السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم محمد حيدا عن قناة صوت المهاجرين في كندا في حلقة جديدة من حلقات الهجرة والمهاجرون. في هذه الحلقة كاين هناك برنامج كاين في مقاطعة الكيبيك وكاين واحد الفوروم أو واحد دردشة غتكون بالنسبة للأساسيدة في مقاطعة أونتاريو. فجمعت جوج تاع الحوايج في هذا الفيديو. هذا فيديو مهم. الناس اللي دائما كيسولوني على كيفاش الاساسيده يهاجروا الى اي مقاطعه، اشنو البروفي، كيفاش نقدم على باش نكون استاذ في مقاطعه. فهي فرصه امام الناس اللي عندهم بطبيعه الحال الخبره في التعليم، يا اما الابتدائي يا اما الثانوي. في هذا البرنامج هذا يمكن لك تملأ واحد الاستماره ويمكن انك تلتحق بمقاطعه كيبيك. فان شاء الله اليوم غنشرح لكم اون ديتاي كيفاش انكم تكونوا ضمن هاد الناس اللي باغين يقريو في مقاطعه كيبيك. زائد نداء لكل الاساسيده اللي عندهم بطبيعه الحال الخبره زائد اللغه زائد الدبلوم انهم يشاركوا في هاد الدردشه اللي غتكون في نهار 28 في هاد الشهر الحالي يناير 2021 في مقاطعه اونتاريو. واحد الدردشه اللي من خلالها غتعرف مجموعه من المعلومات على هاد القطاع هذا. ملي دخلت كان عندي سؤال انه واش موجه الناس تاع الناس اللي قاطنين او الاساسيده اللي قاطنين في مقاطعه اونتاريو او لا، لكن ما لقيت حتى معلومه كتفيد ان هاد الدردشه غتكون الناس اللي كاينين في اونتاريو. فبغيت نتقاسم معكم هاد المعلومه. بطبيعه الحال قبل ما نبداو هاد الحلقه خوتي ما تنساوش الاشتراك، الاعجاب، نشر الفيديو حتى تعم الفائده دون نسيان. الناس لاول مره كيشوفوا قناه صوت مهاجرين في كندا، ما عليكم غير الضغط على زر الجرس تحت من الشاشه باش يوصلكم جديد هذه القناه اللي دائما مصداقيه 100%. فكونوا معنا دائما وتبارك الله على الناس اللي تسجلوا مؤخرا في هذه القناه، وشكرا على التفاعل ديالكم وشكرا على الحضور ديالكم. فتحياتي لكم جميعا مشاهدي قناه صوت المهاجرين في كندا. إذن السلام عليكم من جديد. كما تشوف بداية تاع هاد الحلقة غادي نتحدثوا اليوم على واحد البرنامج خاص بالناس تاع التعليم. الناس تاع التعليم اللي كان من المقرر أنني نحط هاد الفيديو الأسبوع اللي فات، لكن مع البرنامج تاع ديستيناسيون كندا اعتذرت لكم وقلت لكم بأن هاد الأسبوع غادي نحط هاد البرنامج. خوتي اللي كيتبع هاد الفيديو يشوف الفيديو من الأول تا الأخر باش يفهم كيفاش يقدم على هذا البرنامج ويفهم تا الشروط والطريقة تاع التعبئة تاع الاستمارة اللي باش تكون عندك الفرصة انك تقري في مقاطعة الكيبيك. هذا موقع رسمي حكومي كما كتشوفوا quebec.ca، عنده علاقة بالمجال تاع التعليم. فأول شيء هنايا غادي نشوفوا الدول المعتمدة باش أن أي واحد عنده دبلوم ولا كيقري في الدول اللي غادي نتكلم عليهم الآن. عنده الجزائر، بلجيكا، الكاميرون، كولومبيا، مصر، أمريكا، فرنسا، المغرب، رومانيا وتونس. فهادو هما الدول اللي معتمدة أن تقبل أي واحد من هاد الدول. فرجعوا هنايا الفوق باش تهاجر وتدرس في مقاطعة الكيبيك، فخاصك مجموعة من الشروط اللي غادي نشوفوها معا هنايا. هنايا في أول شيء خاصك تملأ واحد الطلب باش تقبل تدرس في مقاطعة الكيبيك، وهاد الطلب اللي غادي نشوفوه من بعد هو أونلاين. تاني هام إلى تقبل هاد الدوموند ديالك فكتستقبل واحد الإشعار بالقبول اللي هو مشروط. هاد الإشعار ما كيخليكش انك تقري، لكن كيعطيك الفرصة انك تدوز امتحان ديال اللغة الضروري
جدا. ثالث هام هو عندك سنتين باش تعمل هذا الامتحان تاع اللغة. إلى نجحتي في الامتحان تاع اللغة فكتحصل على واحد الرخصة اللي هي مؤقتة باش تدرس في مقاطعة الكيبيك. وهاد الرخصة المؤقتة باش تدرس هي واحد الرخصة تاع 5 سنوات عندك الحق أنك تدرس في مقاطعة الكيبيك. خامس شيء هو تحصل على البروفي ديال التعليم. وهنايا كيكون رخصة دائمة باش تدرس إلى عندك مجموعة من الأمور ولا بد ما خصك تدوز بهم. أول وحدة خصك 15 الكريديت ديال الجامعة، 6 ديال 6 الوحدات في التعليم، 3 وحدات في النظام المدرسي ديال الكيبيك، وخاصك تدرس 3 وحدات في التقييم والفهم، وثلاث وحدات في كيفية التدخل أو كيفية التعامل مع التلاميذ اللي عندهم إعاقة واللي عندهم صعوبة في الفهم. الشرط الأول كما قلنا 15 الكريديت. الشرط الثاني خاصك تدير واحد ستاج اللي هو مؤقت، وخاصك تكون ما بين 600 تل 900 ساعة في ميدان التعليم بطبيعة الحال. وبالنسبة للناس تاع التكوين المهني عندهم غير 3 وحدات في النظام المدرسي ديال الكيبيك هو اللي خاصهم، ويدوزوا ستاج ديال كما قلت لكم 600 حتى 900 ساعة. بالنسبة للناس اللي ما كيقريو حتى هما عندهم فرصة، غادي نخلي لكم لينك تحت من الفيديو تقراو على خاطركم باش تفهموا الناس اللي باغي يجي يقري هنايا على الرغم من انه ليس بمدرس لا في التكوين المهني ولا في مثلا في المدارس في البلاد ديالك في البلدان اللي ذكرنا. هذا هو العنوان اللي غادي ترسلوا ليه اي سؤال او استفسار باغي تعرفوا. الان نرجعوا للدوموند اللي تحدثنا عليه باش تقبل في هذا البرنامج. هذا هو الفورميلار ديال دوموند، فملي كتضغط عليه كتعطيك هذه الصفحه خاصك تنزل لتحت وتعزل فير اون نوفيل دوموند اوتوريزاسيون. فملي غتبدا غتعطيك صفحه اخرى خاصك تختار. حنايا غنختاروا فورماسيون جينيرال بالنسبه للناس تاع التكوين المهني او أستاذ ديال واحد الحرفة، فيمكن ليه يضغط على الثانية. احنا غنضغطو على فورماسيون جينيرال سويفون. من بعد كيعطيك هاد لي كيسيون، غادي نختارو فوز افي تيرميني اون فورماسيون دونسيونمون ا ليكستيريور دو كندا الثانية، ونديرو سويفون لوبسيون كي كوريسبون ا فوتر سيتوياسيون. بيان سور اوتوريزاسيون دونسيني اوبتوني ا ليكستيريور دو كندا، نديرو سويفون. كما قلت لكم في البداية مجموعة من الدول هما المعتمدين هنايا باش تقدم انك تدرس في مقاطعة الكيبيك. الدول هما اللي تحدثنا عليهم هنايا مجموعة من الدول. احنا اللي كيهمنا هو الدول العربية، الجزائر، مصر، المغرب وتونس. فمثلا بغيت عرفت كيفاش نملا الاستماره، انا عطيتكم الاستماره كيفاش تملوها، مجموعه من الاسئله كتجاوبوا عليها، كتحطوا معلومات شخصيه عليكم. لكن اشنا هما لي دوكيمون، اشنا هما الوثائق اللي طالبين في اي دوله من الدول. فعلى سبيل المثال بغيت نعرف الوثائق اللي كيطلبوا مع هاد الاستماره. فبالنسبه مثلا المغرب، نضغط على المغرب فكيعطيك جميع الوثائق اللي خاصهم تكون عندك. فهنايا خوتي غادي نخلي لكم اللينك تحت من الفيديو، وانتم تعرفوا جميع الوثائق اللي مطلوبة في هذا البرنامج ديال الأساسيدة. كنتمنى ان هذه الحلقة تنال الاعجاب ديالكم. بطبيعة الحال بلا ما نقول لكم بارتاجيو المعلومة مع خوتكم الاحباب ديالكم، ناس التعليم اللي عندهم الرغبة انهم باغين يجيو يقريو في مقاطعات الكيبيك.
اللي ما عندوش كما قلت لكم في البدايه، اللي ما عندوش الدبلوم ديال التعليم وعنده كيقري مثلا في التكوين المهني، فهذه فرصه امامه باش انه يقدم على هذا البرنامج. فتبارك الله عليكم خوتي، كنتمنى لكم التوفيق، وما تنساوش الحلقه تاع يوم السبت ان شاء الله مع استاذ او استاذين، وكنتمنى ان اي استاذ منكم اللي غيشوف هذا الفيديو وباغي يشارك معنا في الحلقه فيحط الرقم الهاتف تاعو والاسم ديالو. بالنسبه للدردشه فيمكن لكم تدخلوا هنايا في هذه الصفحه على الفيسبوك ديستيناسيون كندا، فهي البرنامج داخل لجلب الراغبين في الهجره الى مقاطعه اونتاريو واللي ناطقين بالفرنسيه، فيمكن لكم تتبعوا التعليمات في هذا الفيديو الى بغيتي تسجل في هذا الكونفرنس هذا او هذه الدردشه. زائد يمكن لك تتبع الدردشه عن طريق اليوتيوب في هذه القناه ديال CFORB يوم 28 جانفي 2021 على الساعه 4 بتوقيت كندا. فإلى بغيتي مجموعة من المعلومات يمكن تدخل لهذا الويب سايت هذا، فملي كتضغط عليه كتعطيك مجموعة من الأمور هنا المتعلقة بمقاطعة أونتاريو، فغادي نجيو لتحت هنايا باش تشارك في هذه الدردشة اللي غتكون فيرتويال. فضغط هنايا فكما غتشوفوا مجموعة من الأمور متعلقة بالهجرة إلى مقاطعة أونتاريو، فنشوفوا هذه الأولى إيميغري أون أونتاريو إي أونسيني دونزين إيكول دو لونغ فرونسيز. فهنايا لمن موجهة هذه الدردشة لي بيرسون كاليفي أليكستيريور دو كندا. فكما قلت لكم مجموعة من الورشات كيتعملوا في هذه المقاطعة، والدردشة كتكون في حال هكا كيكون مجموعة من الأساتذة أو المسؤولين في وزارة التعليم في مقاطعة أونتاريو. فيمكن لك تتبع هذه الدردشة عن طريق اليوتيوب، دخل تكتب مثلا إيميغري أون أونتاريو وغادي تلقى مجموعة من المعلومات اللي كدوز في هذه الورشات. فبطبيعة الحال معلومة مهمة للناس الأساتذة، فكونوا في الموعد، سجلوا بالنسبة لهذه الدردشة اللي غتكون في مقاطعة أونتاريو. زائد الناس اللي باغي تقري في مقاطعة الكيبيك فتسجلوا، راه الفورميلار غنخلي لكم في صندوق الوصف. كنتمنى أن هذه الحلقة تنال الإعجاب ديالكم، تحياتي لكم جميعا، ما تنسوش الاشتراك، الإعجاب، نشر الفيديو حتى تعم الفائدة، دون نسيان الضغط على زر الجرس. دمتم في رعاية الله، تبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.